أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. النهاردة معايا الدكتورة عبير عاطف، دكتوراه علم النفس التربوي، مستشار العلاقات الأسرية، وعضو المجلس الوطني للتدريب، عضو الرابطة العربية للإرشاد النفسي، وعضو التجمع الدولي للسلام والتنمية، وعضو الأكاديمية الدولية للسلام بألمانيا. برحب بحضرتك يا اهلا دكتورة. اهلا بحضرتك يا دكتوره. النهارده طبعا موضوع الحلقه بتاعتنا موضوع منتشر جدا، احنا دايما بنحب نجيب المواضيع اللي تخص الاسره المصريه بما فيها بقى الطفل والاب والام. النهارده نتكلم على موضوع التفكك الاسري وعلاقته بمشكلات سوء التكيف بالنسبه للابناء. بدايه كده، طبعا معروف ان التفكك الاسري ده من اكثر المشكلات اللي بيعاني منها افراد الاسره والعائلات في المجتمع الحديث، وده طبعا بسبب الإهمال والتراخي وبسبب الفتور في العلاقات بين أفراد الأسرة. دكتورة، طبعا أحب أعرف من حضرتك إيه هو التفكك الأسري من وجهة نظر حضرتك، وهل يرتبط مفهوم التفكك الأسري باختلاف الثقافة واختلاف البيئة؟ هو في البدايه برحب بحضرتك، طبعا سعيده جدا بوجودي مع لا حضرتك أسعد يا طبعا، دكتوره رشا في برنامج لا أسعد، همسات في حياتنا، شكرا حبيبتي. علشان فعلا احنا محتاجين كل فتره همسات في حياتنا بتفرق جدا معانا ومعنا اولادنا. كل فتره نعمل همسه في موضوع من مواضيعنا زي موضوعنا المهم كده بتاع النهارده. نورتيني طبعا. ربنا يكرمك يا دكتوره. مشكلات سوء التكيف اللي بتنتج عن التفكك الاسري. في يعني البدايه بس يعني في الأول بس عرفينا إيه هو التفكك الأسري وبيوصلنا إزاي بقى لمشكلات سوء التكيف. والله انا حابه بس في البدايه قبل ما اعرف التفكك الاسري اعرف يعني ايه اسره، لان للاسف في اتفضل. مجتمعنا في ناس كتير نسيت مفهوم الاسره. هو طبعا مفهوم الاسره ده من المفاهيم اللي ما وردتش في القران الكريم، واي مفهوم ما وردش في القران الكريم فصعب تفسيره، لكن علماء الاجتماع حطوا له تفسير، قال لك ان الاسره دي عباره عن الجماعه التي ارتبط ركناها بالزواج. وكل منه يعني الركنين ارتبطوا بالايه؟ بالزواج، والتزموا بثلاث حاجات: حقوق وواجبات وما نتج عن ذلك من ذريه. يعني انا عايزه اركز بس في لقائنا ان هو الزواج فيه اركان اللي هم ركنين ارتبطوا بالزواج والتزموا بالحقوق والواجبات وما نتج عن ذلك من ذريه. يعني للاسف هم بياخدوا الشق الاولاني اللي هم بيلتزموا بالزواج لكن بينسوا الحقوق الواجبات، بينسوا اهم ناتج للحياه الزوجيه اللي هو الايه؟ اللي هم الذريه. نيجي للتفكك الاسري، التفكك الاسري ده زي ما بنقول ايه؟ لا العاب المكان اللي هي فك وتركيب، اللي هو تفكك الشق من بعضه او انهيار او تداعي، اي شيء يدعو للخلل بنسميه تفكك. يعني بمعنى اشمل التفكك هو اختلال وظيفي تداعي للوحده الاسريه، وهن، ضعف، سوء تكيف للاسره، انهيار لبنية الأسرة نفسها. انهيار لبنيه الاسره. يعني لما اجي اقول لي انهيار تداعي اختلال تدهور، في النهايه يوصلون كلهم لايه؟ لتفكك اسري. التفكك الاسري ده مش مفهوم بيتولد بين اليوم والليله، لا ده عباره عن 6 مراحل علماء الاجتماع قسموه ل6 مراحل، بيبدا من الكمون وينتهي بالطلاق. انا من خلال بحثي في شؤون الطفل والاسره والمشاكل الاسريه زودت عليه مرحله، يعني ال6 مراحل دول بيبداوا بالكمون وبينتهوا بالطلاق. الكمون وفي الاستشاره، في الاصطدام، في البحث عن حلفاء. ممكن تدينا نبذه مختصره كده عن الكمون ده اللي هو يعني ايه؟ بيبقى في مشاكل بس صامته، يعني الزوج والزوجه في بينهم مشاكل بس ما بيتكلموش عنها، في اللي هو في علم النفس بنسميه الحوار الداخلي، الزوج بيجرح الزوجه او الزوجه بتجرح الزوج، فبيبقى في صمت، بيبقى في تراكم للمشاعر السلبيه، ما بيفرغوهاش، ما بيعملوش تفريغ عاطفي باستمرار، فعشان كده بيحصل ايه؟ تكرار، فيحصل كمون، انا مش عايزه اعبر. بعد الكمون بتيجي مرحله الاستشاره، طب الزوج عايزه تسال حد هو ليه بقى بيعاملني كده، الزوج نفس الكلام، الاستشاره ما جابتش نتيجه، بنبدا بقى نخش المراحل المشكله، بيبدا في اصطدام، في نزاع، بعد كده بنبدأ نبحث عن حلفاء، ودي مشكلتنا في المجتمع المصري، للأسف ما بنختارش الحلفاء، يعني ساعات حضرتك تختاري حليف تبقى زميلتك في العمل، بس للأسف يا زميلتك في العمل دي مستكترة زوجك عليكي، فيبقى حليف سيء، الأهل كده، فدول اللي بيوصلونا للمرحلة اللي بعد كده اللي هي الطلاق. يعني أنا بقى التدخلات الخارجية. التدخلات الخارجية، أنا ضفت مرحلة عليهم اللي هي مرحلة الإيه؟ مرحلة الجفاف.
انا من وجهة نظري ان الاكتر حاجة للتفكك الاسري اللي هو الجفاف والاهمال، لما الحياة الزوجية بتسيبها جفاف سواء في المشاعر في العلاقات في اللمسة، يعني في ناس كتير فاهمة اللمسات غلط الكلام غلط، يعني قريب قوي مرحلة الجفاف دي من موضوع الطلاق العاطفي. الطلاق العاطفي، لان هو للاسف مفهومنا ان انا احضن زوجتي في العلاقه الحميمه بس، لا طبعا، ده انت لما بتحضنها بتديها ثقه بالنفس، بتديها تقدير بالذات، بتحسسها بانوثتها، ده انت لو رجعت من الشغل وحضنتها لمسه طبطبه عليها كلمه حلوه، الحاجات دي كلها بتفرق مع الزوجه بصراحه في حاجات كتير يعني. تمام. طيب احنا لو قلنا كده ايه هي اسباب التفكك الاسري، ومين في الاخر اللي بيسدد ضريبة التفكك الأسري؟ والله اسباب التفكك الاسري يا دكتوره عشان ممكن نتكلم فيها من هنا لبكره، بس على راس اسباب التفكك الاسري اللي هو معلش في جزئيه بس احنا نسينا نقولها، التفكك الاسري ده بيرتبط بثقافه المجتمع، يعني في تفكك اسري اجباري وفي اختياري. الاجباري ده اللي هي بيبقى نتيجه الحروب او الموت، يعني الموت انا ماليش رغبه فيه، ما اقدرش اتحكم فيه، ولا النزاعات ولا الكوارث الترابيه، ده التفكك للاسره. بس الموت ده يعني حد بيبقى مش موجود وخلاص، ده يعني امر واقع. يعني انا شايفه ان التفكك الاسري اكتر انه بيكون الاتنين موجودين بس حصل ما بينهم ما هو انفصال، للاسف يا دكتوره ان في ناس مش كتير شرط طلاق على فكره، يعني هم ممكن يكون في بينهم خرز زواجي او طلاق عاطفي وهم موجودين مع بعض في بيت واحد بس اصلا مش حاسين ببعض، فعلا وفي تفكك اسري فعلا، برضه. بس هو فعلا في ناس كتير فاكره ان التفكك الاسري ده اللي هو الطلاق بس او الزوجين بس، لا، هو التفكك الاسري ده هو اي خلل بيصيب الاسره، اي خلل وظيفي بيصيب الاسره، سواء اهمال سواء موت سواء سفر سواء ادمان سواء عدم اختلاف وجهات النظر سواء عدم التكافؤ الجنسي. بالنسبه لعدم التكافؤ الجنسي انا بس عايزه اعمل سبوت عليه شويه، لان انت كده دخلت في الاسباب بقى. لا، الدراسات اثبتت ان 60% من حالات الطلاق سببها عدم التوافق الجنسي بين الزوجين. حضرتك كنت بتسالين على الاسباب، الاسباب والله حاليا في عصرنا الحالي على راسها وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو الفيس، في بعد كده الاهمال، في الاب الغائب او الام الغائبه اللي هو الاب اللي مشغول اللي هو موجه اكتر بالعمل غير موجه بالحياته الزوجيه، بيدي العمل على حساب حياته، وكذلك الزوجه. تمام. في بعد كده الظروف الاقتصاديه طبعا اللي احنا ما نقدرش نتكلم فيها، في للاسف الادمان، في البعد عن الله طبعا، ده من الاسباب اللي هي بتزود التفكك الاسري. على فكرة لو من خلال سرد حضرتك للأسباب كده، لو بصيتي للأسباب التفكك الأسري هتلاقيها، لو جبت الأوبز بتاعها هتلاقيها هي أسباب السعادة الزوجية، لو صح؟ احنا بصينا لها من زاويه تانية، يعني لو الاهمال، لو الاهمال لو بقى فيه احتواء، احتواء، لو الجفاف اتقلب يبقى فيه دفء في المشاعر، لو عدم التوافق اتقلب يبقى فيه توافق، الغياب لاضطراري لا اعمل توازن، انا عندي شغل مهم بس لازم ابقى موجه بالجنبين، موجه كل بالاسره واحد وبالزوجه. بقى بدل ما هو مشغول بالحياه الماديه وان هو يجمع فلوس ان هو يعيشهم في مستوى اقتصادي حلو، لازم يخلي باله من الطرف الثاني، يحسسه انه بيحبه، يحسسه باعجابه، يحسسه باستحسانه، يحسسه انه معاه حد اصلا هو عايز يعيش معاه، مش عايش معاه كده بالصدفه فعلا وخلاص، بينسى، هو صح كده؟ للاسف وسط ضغوط الحياه الزوج بالذات بينسى، بينسى ان في زوجه مستنياه في البيت، وبينسى ان وهي كمان بتنسى نفسها، وبينسى وهي هي كمان بتبدا بتنسى نفسها تهتم ببيتها واولادها وبتنسى نفسها وبتنسى زوجها. وبتنسى شكلها وبتنسى اهتمامها بذاتها وبتفكر في حاجات تانية خالص بعيدة، فهو بالتالي هو يعني بيفضل بقى ان هو يطلع بره ويسيب لها البيت وخلاص بقى انطلقي هو بقى عيش بيخرج حياتي. عن الواقع بتاعه، هو بالظبط للاسف ان كل بالظبط. واحد فيهم بيدور على عالم افتراضي خاص بيه، عالم افتراضي يسعده يسبب له قدر من السعاده، زميله عمل، زميل عمل، الفيس، ان اتكلم اي حد، اي حد يحسسني بوجودي، يحسسني ان انا انسان، لكن للاسف احنا بنفتقد ده في ومين المجتمع. هنا بقى اللي هيدفع ضريبة التفكك والله يا الأسري؟ دكتوره الفاتوره هنا مشتركه، يعني كانهم الثلاثه قاعدين على ترابيزه، الاسره يعني المجتمع والاطفال والزوج والزوجه، الثلاثه بيسددوا الفاتوره. بيسددوها ازاي الفاتوره؟ للاسف في ناس كتير فاكره ان الاولاد بس هم اللي بيدفعوا ثمن الطلاق، لا طبعا، اول من بيدفع ثمن الطلاق الزوجين، لان بيحصل لهم انهيار في الحياه الشخصيه بس بتاعتهم. هم بيبقوا مختارين كده على إرادتهم، بإرادتهم، مش لا حد فرض مش عليهم. بارادتهم، هم اضطروا لكده، هم ما قدروش يتكيفوا. وهو ايه التكيف؟
انا في زوجين ارتبطوا ببعض ما قدروش يتكيفوا مع بعض، ساعات بيبقى في حاجه فوق قدرات البني ادم بنسميها احنا الضعف الانساني. من الضعف الانساني انا مش عارفه اتكيف معاكي، مش عارفه اتاقلم معاكي، ما تنازلتش شويه عشان افهمك، ما حاولتش شويه عشان افهمك. فهم للاسف بعد ما بينفصلوا، في ناس كتير ما بتقدرش تكون اسر جديده، بيفقد الثقه بالاخرين، بيفقد الثقه بالجنس الاخر، بيبدا يعمل سخط على المجتمع. المجتمع هنا المتضرر اكتر، بيعمل سخط على المجتمع، لان ساعات بيبقى في حالات طلاق كتير سببها الظروف الاقتصاديه، فهو يبدا يعمل اسقاط على المجتمع ان المجتمع ما ساعدوش انه ينقذ زواجه. نيجي للاولاد، الاولاد هنا بيطلعوا اولاد غير سويين. يعني حضرتك انا شغاله في الارشاد الاسري وتعديل السلوك، لما الاقي حضرتك ان عندي اكتر من 70% من حالات تعديل السلوك اللي بشتغل معاها نتيجه سوء تكيف نتيجه انفصال الاب والام. اما يبقى عندنا هنا في مصر حاله طلاق كل 6 دقائق، يعني احنا المركز التعبئه والاحصاء قال ان احنا عندنا هنا في مصر حاله كل 6 دقائق، يعني عندنا 240 حاله طلاق في اليوم. شوفي 240 حاله طلاق في اليوم بينتج عنها ان انا يعني بتعب نفسيه كام طفل، يعني انا اقول بمعدل اسره كطفل يعني 240 طفل او 480 طفل. وعلى فكره نسب الطلاق في المجتمع العربي كلها مرتفعه، يعني عندنا دول عربيه كتير، مثلا دوله زي الامارات عندنا نسبه 50% من الزواج طلاق، السعوديه 46، كل الدول بصراحه النسبه عاليه، وده مؤشر مش كويس خالص. هو يعني كان اغلب الدراسات قالت انه كلما زاد الارتباط العاطفي بين الزوجين بتزيد السعاده الزوجيه، وبالتالي بيزيد التوافق النفسي للابناء. طبعا الثلاثه دول مرتبطين ببعض. الاسره السعيده بتنتج اطفال اسوياء، بتنتج مجتمع ناجح. لما الزوج والزوجه يبقى في بينهم حب واحترام وموده، ده بيطلع اولاد، لان هو في حاجه اسمها التربيه بالقدوه، بيطلع نموذج لباباه ومامته في الاحترام والتقدير وكل حاجه. على فكره الأسر. مش عيب ان لما يكون في حالات من الطلاق العاطفي او حالات من الصمت بين الزوجين، وبدات الزوجه او الزوج يحس بنفسه ان في فيروس داخل وسطيهم، وان يعني نوصل لمرحله التفكر الاسري، ان نلجا لاخصائي مستشار او مستشار علاقات اسريه. تمام، نحكي له وناخد رايه بحيث ان احنا ايه نحاول نخرج من الحل. اكيد في برامج بتتعمل لتدريب الزوجين على حتى على ازاي كل واحد فيهم يتقبل الاخر. والله صح؟ حضرتك عندك حق يا دكتور، يعني احنا يا ريت نستبدل الاستشارات والبحث عن حلفاء بالمتخصصين. تمام، يعني يا ريت انا يعني بدل ما هو يلجا لصديق او لصديقه او اهله او القرايب او اهله يلجا لمستشار علاقات اسريه افضل. لان احنا عندنا مبدا شرعي، كل ميسر لما خلق له. يعني حضرتك بتشتغلي في عمل، فدي سبحان الله تلاقي ربنا مأهلك لكل حاجة في العمل ده. فاحنا عندنا المجتمع بقى مليان ناس متخصصين في هذا المجال. يعني طب ازاي بقى الأطفال بيتعاملوا مع مشكلات التفكك الأسري؟ دي أول حاجة. وازاي لما نوصل لمرحلة الطلاق أو الانفصال اقدر اهيئهم نفسيا ان هم يستوعبوا المرحله اللي هم هيتحطوا فيها دي؟ جميل جدا سؤال حضرتك ده يا دكتوره، جميل والله فعلا. هو مقسوم لشقين، ازاي الاطفال بيتعاملوا مع المشاكل. الاطفال هنا بنقسمهم لثلاث مراحل. مرحله اللي هي اقل من 6 سنين، مرحله من 6 ل 10 سنين، من 10 ل 21 سنه اللي هي السن المراحل دي ادراك، مراحل ديت ادراك المخ للاضطرابات والتوتر الاسري. تمام. اقل من 6 سنين بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يتعلق يلصق بالام، يبقى خايف، يبقى عنده احساس ان لو ساب مامته دي ولو ثانيه هيحصل لها حاجه. تمام. تاني حاجه ان هو بقى عنده خوف لا مبرر، تلاقي الولد قاعد في الاوضه كده خايف ومرعوب، وتقول له يا حبيبي هو في ايه؟ هو خايف ومرعوب لانه فقد الامان. لو حضرتك بصينا المثلث ماسلو بتاع الاحتياجات الاساسيه هنلاقي فيه في القاعده من تحت الاحتياجات الفسيولوجيه اللي هي اكل وشرب ونوم. تاني حاجه الحاجه الامان، بعد كده التقدير الذات. انت هنا هديت السلمه الاولانيه، ما هو الانفصال ما بقاش فيه اكل وشرب ونوم بامان. تاني حاجه ما وفرتلوش الامان، انت عمال تهد، فهو الطفل هيطلع مبدع منين؟ لان قمه المثلث من فوق ان ولد يبقى مبدع، انت هتجيب ولد مبدع منين وانت ما اديتوش كل الايه المدخلات السليمه. احنا قلنا الولد بيبقى عنده خوف غير مبرر، بيبقى عنده تعلق زائد بالام، بيبقى عندنا المشكله الرئيسيه في السن ده التبول اللا ارادي اللي هو التاخر في النمو. وتلاقي الولد كان في عاده كانت موجوده وخلاص كبر عليها، فبقى يعملها زي مص الصوابع، زي التبول اللا ارادي.
الخوف الغير مبرر، الالام الغير مبرره، اي مشكله نفسيه على طول بتعملي مشكله سلوكيه. يعني احنا عندنا حاجه في الامراض اسمها الامراض السيكوماتيه، اللي هو الولد يقول لك انا عندي مغص، وانت تقول لا انت بتتدلع، وفعلا حضرتك تاخديه توديه للدكتور والدكتور يقول لك اعملي تحاليل ويكشف ما فيش اي سبب عضوي، هو في سبب نفسي. النقطه دي بس عايزه اركز عليها شويه، لما ابنك يقول لك انا عندي مغص، صداع، عناية مزغللة، أي حاجة ما تستهونيش بالأمر ده، محتاج يروح لطبيب متخصص وياخد مسكن للألم، لأن للأسف لما بنهمل الأمراض السايكوماتية دي بيحصل انهيار لوظائف الجسد، لأنه بالفعل في ألم بس ما حدش حاسس بيه غير الطفل اللي تضرر نفسيا فتضررت إيه؟ أعضاؤه. بعد كده بيبقى في توتر في عادات النوم والأكل، وبعد كده هنقول إيه؟ إيه اللي خلى في توتر في عادات النوم والأكل؟ في جزء في المخ بيتضرر. في بعد كده لو بيروح المدرسة أو الحضانة هتلاقيه منعزل، مش عايز يتكلم أصحابه، دايما قاعد لوحده. يا اما عدواني الولد، يا اما بينطوي، يا اما بيبقى ايه عدواني. من 6 ل 10 سنين ما بيحبش يروح المدرسه، وحتى لو راح المدرسه بيحصل هبوط للمستوى الدراسي بتاعه، ما بقاش فيه تركيز ولا انتباه، ما بيحبش يلعب حتى مع اصحابه، مش عايز يعمل علاقات. خلاص هو الاب والام كرهوه في المجتمع، هو مش عايز يعمل اي علاقه، هو منطوي على نفسه، فبالتالي مش هيعمل علاقه. خلاص انقطعت شبكه علاقاته بالاخرين، انقطعت شبكه علاقاته خلاص. نيجي بقى المراهقين، ودي تبقى بصراحه المشكله الكبيره جدا، لان المراهقين دول في حد ذاتهم مرحله حساسه جدا. هو دي مرحله تغيرات في جسمه، فهو بمعنى اصح كده بيقول انا مش ناقصكم، انا كفايه اللي فيا. الولد في السن المراهقه التغيرات اللي بتحصل في جسمه عامله له لخبطه، عامله له حاله عدم اتزان مزاجي، يعني ممكن تلاقي قايم الصبح بيغني يرجع الباب البيت متعصب، هو مش مستحمل. فالولد في سن المراهقه لما بيحصل انفصال اسر للاسف بنسبه كبيره جدا بيلجا للتدخين، للادمان، بيلجا ان هو يشوف مواقع اباحيه، بيبقى فيه طبعا هبوط في المستوى، ما بيحبش يخرج، ما بيحبش يتعامل مع اي حد. الشق الثاني مش السؤال بتاع حضرتك كان ايه؟ ازاي بقى نهيئهم نفسيا؟ بس في عجله سريعه طبعا عشان الوقت. طيب انا طبعا من خلال برنامج حضرتك كده بطلق مبادره وبطلق مسمى جديد، يعني عايزين لما نيجي ننفصل، احنا خلاص جربنا الخمس مراحل ما نفعوش، وصلنا للطلاق، هنسميه الطلاق السلمي او الطلاق الاخلاقي او الطلاق، يعني يا ريت الطلاق السلمي، طلاق بلا دموع اطفال، لان لما بيجوا يتطلقوا هم بينسوا ان هم ارتبطوا اتنين، لكن لما جم ينفصلوا انفصلوا اسره كامله. اهيئ الطفل ازاي؟ لازم اول حاجه اقول للطفل انت حبيبي، انا وماما اللي ما قدرناش نعيش مع بعض، انت مالكش ذنب. لان المشكله يا دكتور رشا ان في اولاد كتير بيعملوا جلد ذات لنفسهم ويفضل يلوم نفسه، انا السبب ان بابا وماما اتطلقوا. لا، انا حاسسه، اكلمه، يبقى في حوار، حبيبي انت مش السبب، انت مالكش علاقه اصلا بموضوع الطلاق ده، ليه علاقه بينا احنا، وبعدين حبنا ليك مش هيتغير. في لازم يبقى في علاقه حب واحترام بين الزوجين قدام الاولاد، ومحدش يجرح في التاني، محدش يجرح في التاني، محدش يذكر التاني بسوء قدام الاولاد. ده في النهايه هيفضل بابا، وده في النهايه هتفضل ماما، ما نجرحهمش. كل واحد كل طرف يحافظ على صوره الطرف الاخر. اقضي معاهم وقت من المرح، اقعدهم كده مهما كان سنهم، واقول لهم حبايبي دلوقتي احنا الاسره هتنفصل، هنعيش في مكانين، وانا وماما اتفقنا انتوا هتبقوا فين، لازم اعرفوا السيناريوهات كلها اللي هتحصل. مثلا انت هشوفك يوم الجمعه، هشوفك يوم السبت. الولد عموما لما بتاهلي لي السيناريوهات بيبقى متقبل، يبقى في حب وتواد. يعني يا ريت في مجتمعنا كده، انا ما بشجعش الطلاق طبعا، انا بغض الحل عند الله الطلاق، بس لو الامور استحالت وصلنا للطلاق يا ريت يبقى ناس متحضرين في طلاقنا، نتعامل مع اولادنا ان هم كائنات بشريه ربنا اداها لنا هديه من ربنا، احافظ على الهديه دي، هو مش ذنبه ان انت ابوه ومامته، لا، احفظ مشاعره. انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده، واسعدني وجودك ونورتيني. طبعا اعزائي المشاهدين، اتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، وانتظروني ان شاء الله يوم الاحد القادم الساعه 3:30 على قناه الصحه والجمال.